الكرام الذين تكبدوا على السفر للمجيء إلى مدينة العرش مجاهدة من خطير هذه الندوة العلمية، أخص بالذكر كل من الأخ نوفل عامر عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، عضو المكتب الإفيدي للشريكة الاستقلالية، النائبة البرلمانية عن حزب الأسرة والمعاصرة الأستاذة زهور العلبي، مرحبا بك. الأستاذ بدر بوشريكة رئيس جمعية الشباب والمستقبل، الرفيقة نجيبة القصومي عضوة المكتب الوطني لمنظمة الشباب الاتحادي، الدكتور يونس أميلا دكتور في الحقوق وباحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي، الأستاذ كريم البقالي عضو سعيد البقالي تحلي عضو المكتب الوطني للشباب الشراكية مسؤول العلاقات الخارجية، وأخيرا الرفيق والصديق كريم الحربي أستاذ باحث إعلامي بقناة راديو فيس، مرحبا بكم جميعا. شكرا لتلبية دعوة المكتب المحلي للشباب الاستقلالية قصد تعطير ومناقشة موضوع كبير وموضوع جميل ألا هو الشباب وسؤال المواطنة أي تعهدات. قبل أن ننطلق في الندوة أحب أن أعطي الكلمة لصديقي ورفيق الأستاذ العربي كرين لإعطاء أرضية